الأزمة بين أربيل وبغداد ما زالت تأخذ وضعية مكانك روح، على عكس التوقعات الماضية بقرب انتهاء الأزمة بينهما وبخلاف الجلسات المتتالية لوفود الطرفين. على الأقل هذا ما يظهر حاليا على الأرض من خلال تمديد الحكومة في بغداد للحظر المفروض على مطارات كردستان العراق لمدة 3 أشهر، وهو قرار على ما يبدو جاء عكس توقعات أربيل. كنا متفقين على كل شيء، فكنا نتصور حتى يعني احنا يعني اقترحنا بانه كمبادره كحسن النيه يعني رئيس الوزراء يعلن افتتاح المطارات، لان ما كان في اي نقطه يعني معلقه، ولكن مع الاسف مثل ما افتهمنا وكنا نعرف من البدايه بانه هالقرار 100% سياسي. ولحين أن تتغير الأوضاع السياسية بين الطرفين، فإن المطار سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر باستثناء بعض الرحلات الداخلية، وهي حال مستمرة منذ 5 شهور وستبقى إلى ما بعد الانتخابات كما يبدو حتى اللحظة، ما يكلف مطار أربيل لوحده شهريا نحو 400,000 دولار على الأقل. ولكن كل الدنيا يعرفون بأنه تشغيل المطارات مو شغلة سهلة، وبدون وجود ميزانية أو مالية كافية إحنا ما نقدر يعني نستمر بهاي الشغل، فإحنا نشوفه كل ضروري بأنه الحكومة يسوي إعادة نظر بمسألة تشغيل المطار، هل إحنا يعني نقدر نستمر تشغيل المطار مثل ما كان أو يعني نضطر بأنه يعني نتوقف. فاتورة مالية لخلافات سياسية ما زالت تكبر وتزيد، وما وضع مطاري أربيل والسليمانية إلا كشاهد على برودة العلاقات بين بغداد وأربيل، أو على الأقل لتوترها وعدم إيجاد صيغة ترضي الطرفين حتى اللحظة. والعمال هنا كما الإدارة يجدون أنهم الخاسر الأكبر من كل ما يجري.